والكاتب والمنتج ومراسل شؤون المناخ لشبكة سي ان ان. اتجه للسيدة يولن درايت المدير العالمي لفريق فقر الأطفال والمناخ والحضر بمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية. ولا شك أنه إذا كانت التغيرات المناخية تؤثر علينا جميعا، ولكنها تؤثر بشكل خاص على الشباب وتؤثر أيضا على قضية الهجرة المناخية، كيف تنعكس بظلالها على هذه القضية؟ شكرا جزيلا لكم جميعا معالي الرئيس، سيادة رئيس الوزراء، السيدات والسادة المجتمعون في شرم الشيخ، شكرا جزيلا على هذه الفرصة للتحدث إليكم جميعا. كما ذكر من قبلي فإن أزمة المناخ هي أزمة للشباب وللأطفال تحديدا، لأنهم الأطفال وحتى الرضع هم من سوف يعيشون في مناخ مختلف تماما، حياة مختلفة تماما عما عاشه الجيل السابق عليهم، وهذا هو ما أود أن أتحدث عنه اليوم، مدى أهمية قطع الشوط من غلاسكو إلى شرم الشيخ وكيفية استخدام هذا العقد الهام، هذه الثماني سنوات التي تحدث عنها جون كيري من أجل إحداث التحول الذي نود أن يحدث. إذن كما قلتم فإن الأطفال بالفعل سوف يعيشون في عالم مختلف تماما. في العام الماضي كان لدينا بحث مع جامعة بروكسل يتعلق بتنبؤات الطقس والمناخ فيما يتعلق بالأطفال المولودين في 2020 ومقارنته ب المناخ الذي عاش فيه أجدادهم في الستينات مثلا. في المتوسط فإن الطفل المولود في 2020 سوف يواجه 20 حرائق وفيضانات أكثر بكثير، وكان هناك أيضا تنوع جغرافي، مثلا كان هناك بالنسبة للدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن عدد الموجات الحارة المتطرفة سوف تزيد بتسعة أضعاف، هناك سوف يكون هناك المزيد من الفيضانات أكثر بثلاثة أضعاف في هذه المنطقة من العالم، ولذلك فإن هذه الآثار تلقي بظلالها على الجميع وذلك في جميع أنحاء العالم. ولكن هناك بالطبع بعض عوامل انعدام المساواة، وهناك بعض الناس وبعض الأسر وبعض الأطفال الذين سوف يتأثرون بصورة أسوأ، وهناك بلدان وعائلات بدخل أكثر انخفاضا لن يتمكنوا من التواكب مع هذه الصدمات المناخية والطبيعية. ولذلك لا يوجد شك في أن أكبر الموضوعات التي تناولناها في غلاسكو هي التقرير الذي قال إن التغير المناخي يحدث بالفعل وهو لن يحدث في المستقبل بل إنه يحدث الآن، وأنه لم يعد هناك أي شك بأنه يحدث من خلال صنع الإنسان، وإننا بما أننا قد تسببنا فيه لابد أن نعترف بأنه لابد من إصلاح ما فعلناه، ولابد أن نتناول ما الذي يمكن فعله في هذا الصدد والإسراع به أيضا، وإلا فإن الأطفال سوف يعانون أكثر من أي فئة أخرى. ومن ثم فإن في هذا العالم هناك المزيد من الأشخاص الذين سوف يحتاجون إلى المعونة الإنسانية. يوجد لدينا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي قال حوالي 247 مليون شخص سوف يحتاجون إلى المعونة الإنسانية في هذا العام بسبب الجائحة وفي بعض الأحيان بسبب النزاع، ولكن في معظمهم فإن ذلك في معظم الأمر فإن ذلك يرجع إلى التغير المناخي، وهناك الكثير من الدول التي تعاني مثل مدغشقر، مثل الفلبين، مثل كثير من الدول الآسيوية، ولا
وبالطبع ذلك يعود إلى زيادة درجات الحرارة أيضا. إذا عندما نتناقش بشأن الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ فإننا لابد أن نتناول هذه الأوجه من انعدام المساواة. لابد أن نضع في حسباننا هؤلاء الذين يعانون أكثر من الآخرين. لابد أن نفكر ونتأمل في الالتزامات التي أدلي بها في غلاسكو. هناك عدد كبير من الالتزامات التي ذكرت بالفعل خاصة فيما يتعلق بالتمويل، ولكننا نحتاج حقا إلى التأكد من أن هذا التمويل سوف يتم تنفيذه وتوصيله إلى المستويات الأكثر احتياجا. بالطبع لابد أن يكون هناك تمويل يتعلق بالتخفيف، يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة التي تعمل عليها مصر بكد. و أنا بعتذر عن المقاطعة، ولكن للأسف الوقت يعني ضيق، فبشكر حضرتك على هذه المشاركة السريعة. السيدة يولند رايت المدير الإعلامي لفريق فقر الأطفال والمناخ والحضر بمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية. وأتجه إلى السيد فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر. أيضا السيد فابريزيو عن بعد، وبرضو أستأذن حضرتك سريعا تحدثنا عن ما هو الدور الذي يقوم به الصليب الأحمر تحديدا في مناطق الصراعات فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية. شكرا جزيلا لإعطائي الفرصة لكي أتحدث إليكم، وأنا متواضع، أشعر بالتواضع لكي حين أتحدث